الحقيقة في خبر من الأخبار المهمة، حيث توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص سيادته على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يمر بها العالم. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج السيد الرئيس يتضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الاقتصاديات المالية المشاركين في هذه القمة. ينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل علاء رشوان. علاء، برحب بك، وأنت بالطبع متواجد الآن في دبي. اطلعنا على الجديد لديك حول الأجندة الخاصة بمشاركة السيد الرئيس في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحياتي إليك زميلي عمرو. هذه هي النسخة العاشرة من القمة، قمة الحكومات أو القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي في أولى نسختها التي انطلقت في عام 2013. يحل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر ضيفا على هذه الدورة الهامة التي توليها حكومة دبي والإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بالنظر إلى التحديات الآنية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد التنموي التي تواجه دول العالم قاطبة. هذه الدورة الهامة يمثل فيها أكثر من 150 دولة، 20 رئيس دولة وحكومة سوف يشارك في فعاليات هذه القمة، أكثر من 220 جلسة وندوة وورشة عمل ودائرة مستديرة سوف تنطلق مع انطلاق هذه القمة التي تمتد من 13 إلى 15 من فبراير الجاري، والتي تأتي تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات. هذه الدورة التي تأتي بطبيعة الأحوال برعاية مباشرة لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، تولي اهتماما أيضا كبيرا بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر ونجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة أيضا إلى إشادة وتقدير لجهود الدولة المصرية في عدد كبير من الملفات، سواء ما يتعلق بملفات التنمية المستدامة أو فيما يتعلق بملفات أخرى مثل الحوكمة، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة أيضا إلى ملفات أخرى توليها الدولة المصرية اهتماما منذ 8 سنوات، وهو ما يلقى إشادة وترحيب ويعكسه استضافة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لاجتماعات هذه الدورة الهامة من قمة الحكومات العالمية. عدد كبير من الملفات وأجندة متخمة للغاية بعدد كبير من القضايا والموضوعات التي سوف تتناولها هذه القمة اعتبارا من صباح الغد، بداية من التحولات الاقتصادية التي شهدتها دول كثيرة في العالم، مرورا بتعزيز قدرات الحكومات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت كأحد أهم الآثار السلبية لعدد كبير من الأزمات السياسية التي يشهدها العالم. أيضا نتحدث عن ملفات أخرى سوف تشهد يعني مبادرات وسوف تشهد أطروحات من مختلف الدول المشاركة. نتحدث عن ملف التعليم، ملف الإسكان، ملف مكافحة الفقر، ملفات التنمية المستدامة، وأيضا تمكين وتعزيز دور الشباب والمرأة في عمليات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحكومات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن عدد كبير من الأزمات السياسية، كان آخرها بطبيعة الأحوال الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ملفات الذكاء الاصطناعي والحوكمة والشفافية والشمول المالي، وأيضا ملفات أخرى سوف تكون مطروحة وبقوة من خلال أكثر كما أشرنا 220 جلسة وندوة وورشة عمل ودائرة مستديرة سوف يشارك في عدد كبير منها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته ضيف الشرف الرئيسي، بالإضافة أيضا كما أشار الخبر عمرو عدد كبير من اللقاءات الثنائية سوف يعقدها السيد الرئيس مع عدد من زعماء ورؤساء الدول المشاركة، بالإضافة أيضا إلى عدد من رواد القطاع الخاص عالميا، وأيضا رواد المبادرات التي تتعلق بمكافحة الفقر، التي تتعلق بتوفير الغذاء وغيرها من المبادرات الهامة التي سوف تكون محلا لنقاش جاد خلال هذه الدورة الهامة، لتخرج عدد كبير من التوصيات كما تابعنا خلال الدورات السابقة من انعقاد هذه
هذه القمة توصيات كبيرة وكثيرة سوف تكون مطروحة في ختام فعاليات هذه القمة أمام حكومات العالم للاستفادة منها وأيضا لتعزيز قدرات هذه الحكومات في مواجهة كل هذه التحديات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي أيضا. عمرو، نعم، أشكرك شكرا جزيلا زميلي علاء رشوان المتواجد الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ننتظر بالطبع غدا مشاركة السيد الرئيس في القمة العالمية للحكومات. بالطبع كان هذا استعراض سريع لأبرز الملفات المتواجدة معنا اليوم، وبالطبع التغطية مستمرة على شاشة النيل للأخبار، ونتابع بعد قليل أيضا بعض الجلسات الخاصة بمؤتمر القدس صمود وتنمية. نشكر لكم طيب المتابعة.